بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت لان التقي باحد المشاركين في سباق همم للقاري القبلي. اسم الكريم اسعد صبري. الاخ اسعد من اين؟ من ولايه نخل. اي من نخل ما شاء الله، وقاعد تشارك وكذا. كيف كان استعدادك؟ مره طيب. ما هي ابرز المشاعر التي تنتاب المتسابق اثناء السباق؟ والله ده شعور بالسعاده. هل شعرت انك فكرت انك مثلا تترك السباق اثناء الجري؟ لا والله، يعني كان همه انك تواصل وكذا. الهمه اني اوصل للنقطه. رساله تحب ان توجهها للرياضيين، ما هي نصيحتك لمن يشارك في هذه السباقات؟ لازم الواحد يكون صبور. نعم جميل، لان الرياض ركض يحتاج الى صبر. جميل، ما هي تطلعاتك؟ تطلعاتك مستقبلا، هل تنوي ايضا تشارك سباقات اخرى ان شاء الله وتزيد المسافه وكذا؟ نزيد المسافه ان شاء الله. ان شاء الله. وايه برنامجك في التدريب؟ كل يوم تتمرن يعني؟ اطلع جبال، وهذه جبال نخلي؟ نفعتنا جبال نخل. اها، وين انسب لك التدريب، على الساحل ولا في الجبال؟ والله الجبال. الجبال احسن، لياقه اكثر. بارك الله فيك، سعدت بالحديث اليك. احسنت.